مع كلمة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، مدرس أول للغة العربية والمشرف على جماعة الخطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول يوم في الدراسة، وبشركم بسنة سودة. بس على مين؟ على اللي فكر الدراسة لعبة، على اللي جاي يلعب ويصرخ في المدرسة، وقعدت هو كنوا فاهمين ان انا معرفتش عملت ايه في الصيف. كل بلاويكم عندي، اللي راحوا دمنهور ودخلوا السيمة وشربوا سجاير في الكابينيه، وبالامارة دورة المياه الثانية اللي في اخر الطرع، واللي راح بلطين ولبس مايوه بفته ووقف على البحر يتبلطر ويعكس في بنات الناس، واللي مشي ورا واحده ببلطيم يعاكسها لحد ما نزل اخوها لسع وقفه رجعه دمنهور. يا مين ثلاثه اللي ما هيمشي عدل لكون مكسحه ومعلقه على باب المدرسه هنا. يلا محتضر مارش، يلا يا اساتذه كل واحد على فصل، يلا يا حضره الناصر على مكتبك لو سمحت. مش هتروح على مكتبك ولا ايه يا حضرة الناظر؟ يعني بقول ما يصحش يعني تشد عليا قدام الطلبة والمدرسين، ده اللي الناظر برضه. أنا عارف إن أنت الناظر، بس طول ما الفطير والوز والبط داخل خارج على مكتبك من أولياء الأمور مش هتعرف تحكمه. فشل، أنا ما حدش كسر عيني، أنا ما حدش إداني حاجة، أيوة ما إدانيوش حاجة. حضرة الناظر، إيه؟ أم عوض بعت لك البط ده وبتقول لي خلي بالك من عوض أعمال الثاني. بط؟ أعمال الثاني بقت بالبط؟ لما الناظر بيبعتوا له بيض، أمال أنت بيبعتوا لك إيه يا سيادة الوكيل؟ خد يا ولد، خد يا إيه في السقف. الخيل 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 والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسمه ثلاثي مش اسم واحد؟ وأين قاله ولماذا قاله؟ والأهم من كده، ماذا قال بعد أن قاله؟ ها؟ ها؟ يا صلاة النبي أحسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشوية قواميس قاعدين في وشي. اسمع يا أخوان، أنت وهو كل واحد يشمع الفتلة كده هو، وينسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لأكون أنا اللي ضربه. ابتدي.
مستر بهاء لازم تشوف حل مع الطلبه دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصه. ليه؟ اصل الولاد في حاله مش طبيعيه وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكم، هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر بتتريق عليا ولا ايه؟ قولي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت ياما. هاتي هاتي ابوس ايدك، دي جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان. ماشي على كلك لقمه. أني مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحمل كده ليه؟ يا ماما ما أنت عارفة يا ماما، عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح لدخلتي دخلتي فوراً. طب يلا أعملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك وأطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني قلت لأ؟ إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحداً. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدني اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل. وبعدين عايز اقولك على حاجة يا امي في موضوع الجواز ده، هو انا شخصيا ليا فلسفة ومقتنع بيها بصراحة. الجواز عبارة عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحة مش هتجوز غير الوحشة المعفنة. قوليلي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يسلم، ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى في 60 خرارة تغور في داهية ما هي وحشة، ده انا هبقى كسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملى الاولى. استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجة بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه أكتر من أمي وأبوي. أنت يا ابني التوان مش قالوكوا تراجعوا الدرس دي في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ إيه؟ وأنت يا ابني أنا مش قايل لك تجيب ولي أمرك؟ قلت لي أبويا انقتل، قلت لك هات أمك، قلت لي أمي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. أنا عايز أشوف حد من عيلتك، أنت هتتعلم يعني هتتعلم. أوكي. الله يرحم أبوك يا أخويا. دلوقتي يا أخويا أنت وهو وهي اسمعوا النتيجة بتاعت امتحان الأسبوع اللي فات. سيد إبراهيم عوضين فندم 54. ألف مبروك. ألف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمع بقية النتيجة. إبراهيم محمود أبو جبل. أنا جبت كام؟ أنت خدت 62 من 50 يا أبو جبل. بارك له أخوك أبو جبل. باركوله. مبروك يا ابو جابر. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن جاتك نيله. انت يا انت ايوه يا فندم. قولي كلمه بتبتدي بحرف الايه. انسه. من يا اخويا؟ انسه. مين ايه لسه دي؟ واحدة كده بترقص وتغني بس ايه؟ زي لحظة القشطة يا فندي. تنيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمة بتبتدي بحرف الايه. اتو. مين يا اخويا؟ اتو. مين اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكورة دي اللي هتوديك في داهية وتلحس دماغك. يا راجل اتعلم، ده العلام أهم حاجة في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا أستاذ رمضان؟ ده الواحد فضل يومين ويموت. أهو لما الملائكة تسألك تعرف تجاوب. اهدي. ايه يا دياب بتنصب الفاعل؟ اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في ايه؟ انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو. تعالى لي يا دموك انت روخر. اه يا دموك مش عارف تجر المضاف ليه؟ مش عارف. طب وحياتي لما صفر. تعرف يا ولا يا رمضان، أني قابلت النهاردة تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطة القشطة ما شاء الله، وفتحت أمها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. آه شقايا راح يمه.
شقايا اللي قضيته في التربيه والتعليم راح ياما. ده انت ليتك سودا يا رضيل، انت اللي خلفوك. فسحي فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دمك. شاي ايه؟ شاي مش شاي دهون؟ دم عوضين واهله هيسيح زي الشاي دهون. فسحي فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فندي كتب لي في الكراسه بص الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانه صح؟ انا قاعد امتع في صوتي وهو يكتب لي بص الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى. الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت ده حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيها عليه يعني هربيه. صدق الله. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذة يا مولانا. يا جماعة الافندي اللي انتوا عاملينه راجل وجاي تعزوه في امه كتب النهاردة في الكراسة دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا احلى. والله ولسه فيكي نخوة يا بلد. وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقولة ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجوه انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا 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 انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئه. وايه اللي تحت عينك ده؟ عادي. لا ده ابن عضو مجلس الشعب. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا، دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليه يتنايل يدخل. ياسو. ازيك؟ على فكره انت ولد سافل وقليل الادب. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ ده كول داون، انا كنت بحوش عنه. الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص. مش صح كده يا مستر بهاء؟ اه الحقيقه الاستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. استاذ بليز اخرس خالص. انا هنقلك من المدرسه دي. هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في 100 بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق. استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم. عقبال باقي الوزراء ما ينقلوا ولادهم من عندي يا رب. اسمع يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو لا خطوبه ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص. اتفقنا؟ ايوه ايوه مال ايوه. واوعى تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله. يلا نوت يوم ان شاء الله. ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ يعني شرفني وانا يعني هقول؟ لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقولي الف مبروك. وهني فتانه. ماشي يما ماشي. مبروك يا رمضان. شايفه يما؟ مالك يا مو شلبيه؟ مالك دنياك. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا على امبارح سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. زفه كمان زفه ياما. كل ده وما قلتيش لحد. تاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش انا دول امك. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عاده هناك زيجات كثيره نبداها بضحك ولكن تفشل في النهايه. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده، مره واحنا بنكتب الكتاب واللي بعديها مباشره لما يموت تيجي تلقى عليه نظره الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذه يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله. اما بالنسبه لموضوع الاغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنه وانت في الحمام مرفوض يعني مرفوض.
ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطه مغمضه. اللي اوله شرط اخره نور يا حاج سليمان، ودلوقتي انا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالاذن. بيمتحنا الاستاذ رمضان، بيمتحنا ناجحه باذن الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سيدي استاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذرا يا امي. امي جاوبي يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، امال الدم اللي ببك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشه وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تستشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بت وانا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبوتك قدام اهل بيتك، اما اكون بسال حد الكل ينكتم. بت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول، عسل عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قريفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو. عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص يا رمضان، ما تحبكش امال، نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه ويا ريت قهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجه. الليله دي سيبنا الله ونسى كل الدنيا دي وغمضها. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على اغاني الهبطه وبس. بص بص يلا ياما نمشي في البيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه. انت مالك ومالي؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع؟ انت انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذرة يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسة بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضة نومها، اقسم بالله العظيم من اوضة نومها. الاولاني اهو اسمه حمائي وكاتب ليها على الصورة نويها. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحمائي؟ وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلاني. طب كنت خليني انا بكرة يا حاج سليمان. فضحتيني. قلبي في حماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كرسي انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من 100 بدر حلاوه. ايوه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق. استنى شويه. طب ثانيه واحده، موف ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. اورايت ذاتس ات. Take it easy, I always. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. وانا ومعضوار اتفضلوا في اول تختي. لا 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 لا، هو سي ان ذا باك. ايه ده؟ ان ذا باك. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوس بالهنا والشفا. ثانك يو. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشب. ليه؟ هو احنا قصرنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضه. أنت فصلتني. أنا أفصلك.
ده انت ابن الوزير، ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food. يعني في حاجة؟ لا ده انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على الصفطه والعجلات قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يلاقي موتوسيكل ليه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور يعني ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التيره على زرع بصل ده يا رب. نادرين علي يا رب لو كنت دابح ارنب مفرقه على البلد كله، بس عطرني فيه. يا استاذ رمضان مسالك تبقى ترد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، تاني هخليك الفت. انزل واطلع انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى انا هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. اسمع كده. ايه رايك فتحي باشا يا اساتذه؟ مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا؟ رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم ملاعب سكواش؟ ينوجد الكسو نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايته حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دستة جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ده زلزال؟ ايه يا علاء بتجري ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي واد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان. الوكيل.
يا مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باينني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفضوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفض وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده اني ماليش في الدنيا غيره. امان عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامان عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامان عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي اعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى يا رب، كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاج وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حموده. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام، وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوية اخلص سمحت يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما واروح، الهي اتشل واقع قدام سعادتك مسلول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطره يفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا ده النتالي والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي ده، هي ده، هي الهي تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبه ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مره من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معاليك مش زعلان مني انني ضربت معاليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافاه يا استاذ رمضان. مكافاه؟ يو يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل. اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعى تكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا، تعال اقف قدام هنا. تعال اقف هنا. تعال هنا. اوكي دونت تاتش. دونت تاتش. دونت تاتش. ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. ام فاين، ام فاين. طب اسمع يا اخويا، انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثه ان ما اعربت صح لكون مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا اخويا. انا وان كنت الاخير زمانه لات بما لم يستطعه الاوائل. اعرب. لم اتت جازم. ايوه. يستطيع فيرب مضارع. فيرب، فيرب تاني. خلاص فيرب تاني. خلاص خلاص يا معالي الوزير، بيقول سعادتك فيرب. معلش فيرب. يعني انا مدرسه لغه عربيه ولا لغه انجليزيه؟ خلاص يا استاذ فيرب يا ولا. بتحرجني قدام معالي الوزير عشان خاطري. عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزة يا معالي الوزير، أنا مش قادر أصدق لا وداني ولا عينيا. سعادة الوزير، أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها؟ إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس أنتوا فاجئتوني، أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس، الموضوع جه فجأة. فسيبونا يعني نستخير الست الوالدة وناخد من ثلاثة نفكر، واللي في الخير يقدمه ربنا. أخوك رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، مدرس اللغة العربية الجديد. تشرفنا يا أستاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ أنا فريد باهر. أهلا وسهلا، تشرفني. المدرسة ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي قول لي يا أستاذ فريد، هو أنت ما عندكش حصة ولا إيه؟ فاضي يعني؟ فاضي، فاضي إيه بس يا أستاذ رمضان؟ أصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسة ما وراكش حاجة. تخيل يا استاذ رمضان،
الولاد مش عايزين ياخدوا حصة، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بنت، عدي يا بنت، بلاش لكاع، عدي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصة. يا صلاة النبي أحسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخرة. يا أستاذ رمضان، الطلبة اللي هنا المدرسة بالنسبة لهم فسحة، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصية. يا دي الخيبة، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزة السفرة ويتحط له الشاي والكيك، هيبقى له كلمة على العيال بعد كده؟ عليه العوض. أنت مالك متأثر بكلامي كده؟ أصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، أعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقة دول ولا إيه؟ طب ما يغطوهم بملاية لحد البوكس. إيه يا أستاذ رمضان؟ دول عندهم حصة سويمنج. حصة إيه؟ سويمنج يعني سباحة. والناصر عارف؟ ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار أسود، لا أنا شكلي هتعب في المدرسة ده. هي اهدي. إيه المسخرة ده؟ هي كورة في الفصل؟ اقعد يا هلا، اقعد أنت يا بت، اقعد على التخت بتاعك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته، ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ. اقعد مكانك يا اخوي، ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت يا ده بشعر معفن، انت تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي، تقوموا تقفوا قيام. تنفخ ليه يا رحمامه؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. كويس قوي، ما كنتش أعرف إن اسمي بيضحك. يا أختي افتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا أختي أنا مش مستر، أنا أستاذ رمضان. ترزعهم ترزعهم. إيه يا ابني دي؟ إيه دي؟ اسمك إيه؟ أيمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ أيوه ابن وزير البيئة. أيوه 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 ابن وزير البيئة. طب يا أخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابة السودة جاية لحد دماغك، بكرة دي يتحلق بدل ما احرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحة. ايوه يا اهلا يا اهلا، باين عليك الصحة، انبسط. امانة عليك وانت قاعد في البيت، يبقى هات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط، وكياس الدم الملوث واللي انت عارفه، يمكن يمكن حد يهتم. اوكي اوكي. انا بشعك منك هذا اللي يتعدل. اوكي. وانت يا اخويا اسمك ايه؟ اسمي امير المصري، وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. احنا هنستظرف يا بنت ولا ايه؟ مش بستظرف والله، حضرتك اشرح لك الموضوع. اشرح لي يا اخويا. ماما كانت عايزه تسميني امير، وبابا عايز يسميني وائل. اتخانقوا، امي كانت حامل في شهر رابع، فهو مش عايز يلعب يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه امير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي ام ابويا ما بتحبش امي اساسا، فقالت خلاص نسميه وائل. فاما تقول لا امير ودي تقول وائل بعد. اسكت بقول لك. ما هو بعد كده انا مالي، انا مالي يا رزق، انا ما احب اندهك. اقول لك ايه يا جلال؟ يا جلال يا جلال، شكلك رخم وسنتك سودة طينة معايا. انفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عدي انت، من ساعة ما دخلت شكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عدي يكون اللي ببالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استراح يا سعادة الباشا، اتفضل. لحظة واحدة لحظة واحدة، ما ينفعش تعقدني. هاتي يا بنت انت منديل ولا حاجة، هاتي حاجة، هاتي يا بنت. الله يخرب بيتك. اتفضل استريح، اتفضل اتفضل. اسمعي يا هادي انت وهو، اسمعي يا حبيبي، انا اللي جايبني هنا معالي وزير التربيه والتعليم شخصيا، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعا الكلام ده مش ليك انت. استدعاني وزير التربيه والتعليم وقال لي والنبي يا استاذ رمضان، قلت له انا ما بحبش الحلفان، انجز، عايز مني ايه؟ قال لي العيال ده هون امانه في رقبتك، وانا يمكن اخون الامانه، يعني لو انتوا فاكرين ان انتوا مسنودين انا كمان مسنود. اهلا اهلا يا حيلتي، اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي مخنش. مين جيجي ده؟ هي جيجي. هي ده هي. اهلا يا ست جيجي، كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالي يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه وكنتوا فين؟ Take it easy, she had boyfriend problems so I can't just sort it out. Her boyfriend's a bit of an idiot, yeah? So I just, you know, stepped up to her and said, well, what's going on with me? What's wrong with you, man? خلاص خلاص خلاص. اذا كان على كده براءه. تف يا بنت اللي بقى انا وغوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليقه اللي في السقف، ها؟ اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمعت اهو هي. كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان.
ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب مش معايا. لا في كتاب، هاتي بنت الكتاب ده. ايه بس رنا سقط. ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضلي يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعالى يا شريف يا خرسان اهدي. صفر. يلا غور في داهيه. تعالى النبي صفر كلكم. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا رمضان عملت حد في الكراريس ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه. خلاص عايز اجنب ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتون انجليزي على طول. ده العيال ونفسي النوم كنت حافظ الفيه ابني مالك. طب يا اخي روق كده امال، وقرب منهم صاحبهم. شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول وانا بسرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسويح، افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت، بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات. وحياه النبي خدتها ورميتها، ما يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت، الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر يا خبر اسويح، البت بنتي طول النهار قاعده قدامه. روح الحق بنتك روح. اهدي، مضاف اليه مرفوع بالضمه. في شارع مين دي يا ابن عبد حميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخليه. ايوه شهاب ابنه، بس وزير الداخليه على عينه وعلى راسي، انما الصرف والنحو دي مسؤوليتي انا. عظيم بيمين ابدا لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه؟ وزير الداخليه يا عم طه. لا 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 ما تتطورش يا رمضان، ده وزير الداخليه. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده. في ايه؟ وانا اللي كنت محبكي، هو المضاف اليه دي ابن اختي. انا مالي، انا بشكرك والله على المعامله الطيبه، الف شكر. مع الوزير؟ ايوه معاليك. مع سعادتك. اكيد يا فندم. هنوصل الاستاذ رمضان لحد باب البيت. اكيد يا فندم. مع سعادتك يا فندم، مع الوزير. يا باشا، ازاي معاليك؟ الف شكر على الاهتمام ده، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. لا شهاب، شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا لا هو ولا حد بالمدرسه. هو غلط في المضاف اليه. ايوه هو رفعه ووزاره التعليم مصره تجره. انا من رايه الداخليه تتدخل وترفعه، ولو الداخليه رفعته الشعب كله يرفعه يا باشا. ايوه المرحله السنيه اللي انتوا فيها ده هي اسمها العلمي مرحله البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجيه بالنسبه للبنت او للولد. البنت تقف قدام المراية تلاقي نفسها بتتغير، وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مراية، هو يا دوب شوية شعر معفن يطلعوا له في دقنه ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البيت زي البقرة، وابوه قاعد ملوش لازمة يقول لك يا بيت راجل اربط عندك، اربط عندك اللي بتبوس. اهدي هات يا اخويا وريني. ايه ده؟ ايه صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. نجلة مين يا ولد؟ صورة فضيحة؟ لا نجلة. لا مش نجلة، نجلة فضيحة. دي نجلة يا أستاذ. بقول لك فضيحة. أنت ما تعرفهاش نجلة وردي. لما تبقى لابسة كده تبقى نجلة ولا فضيحة؟ لا فضيحة. أدي قلتها. يبقى أنت إيه؟ بتجيب صورة فضيحة في الفصل. آه. يبقى تستاهل ضرب الجزة ولا لأ؟ أستاهل. ويبقى أنت اعترفت على نفسك. بس في حاجة. إيه؟ شهاب كمان معاه صورة. إيه؟ ايه يا عم فيه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل. معاك صورة ولا انا بجد؟ انت مالك يا عم؟ ما انت معاك صورة. اهزي بقى، اهزي بقى، اهزي. اخلص يا علي، تعال هنا، انا واخد امر ان انا ربيك. عرفت فين الصورة اللي معاك؟ وريني وريني. واصغر حتى ما هي بقى. انت شوف دي عامله ازاي؟ يا نهاركم اسود، هي هي الولية بس هي نفس دريها والتانية كانت مطية. انت عشان الله 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 الله، هي الولية دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل، مالكش دعوة بيهم. اه دول عيال صيع، دول هيتربوا ان شاء الله يا امير يا ابن القمر. وريني وريني. يا نهارك اسود، يا نهار. حتى انت، حتى انت، ده انت لولة ابوك سودة. وحياة النبي لاجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي، هي الوليد هي عمل جماعي ولا مرشح نفسي مجلس الشعب؟ وريني وريني معاك انت كمان. لا انا مع الصورة. طب انت هتجيب صورة ليه؟ انت فعليك التسبيل. اترمي هنا، اترمي وزيري تحت الملاية. ده انتوا نهار ابوكوا اسود. لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم. الواحد هيتفرس.
بقول لك ايه يا استاذ فريد؟ معلش انا هعطلك. معلش، هو مين في المدرسه هنا بيدرس للاولاد دين؟ لا، الدين هنا اختياري مش اجباري. اتاري العيال طالعه قليله الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهليه. We are preparing for the Halloween party. Please ask Mr. Ramadan if he wants to join us. استاذ فريد، انا سميحه بتقول رمضان، هي تقصد نني ولا بتتكلم على الشهر الكريم؟ لا، دي بتسال حضرتك اذا كنت تحب تشارك في حفله الهالوين بتاعت السنه دي. حفله الهلا ايه؟ الهالوين بتاعت السنه دي. وايه الهالوين دي؟ ده حفله بتتعمل كل سنه في امريكا. طب واحنا نحتفل بيها ليه؟ يعني هم الامريكان بيصوموا وقفه عرفه ولا بيحتفلوا بتحرير سيني؟ هي امريكا حاشره نفسها في كل حاجه كده، حاجه عجيبه قوي. استاذ رمضان موجود؟ ايوه يا ست، انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده، ودي الاستاذ فريد صديقي، ودي اللب توب بتاعه. كنت عايزه حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمحت. انا تحت امرك. كلمتين على ايه؟ على انفراد لو سمحت. اظن الجمله واضحه، على انفراد يا استاذ فريد. سكن عندي شغل على اللابتوب. عندك شغل على اللابتوب؟ خد خد يا خد، يلا يلا. سلام. سوري. لا ولا يهمك. سلام، ده بان عليه يطلع صدخ. اتفضلي اتفضلي يا ست، اهلا وسهلا. شكرا. سكرك قد ايه؟ لا ميرسي شكرا. لا ازاي ده الكلام، انت فضلتي الاول. متشكره قوي ميرسي. طيب خير. انا مامه الطالب اللي عندك امير اللي في الفصل. امير مش عاجبني يا ام امير. ولا عاجبني ولا عاجب بابا ولا عاجب حد. ابني هيدامني يا استاذ رمضان. هو بيعمل ايه يعني؟ نوريني واغوشتني قوي. معلق لي صور المطربه دي اللي اسمها نجلاء وجدي، وطول الليل والنهار مشغل كليباتها واغانيها، وكل يوم سهران عندها. ميرسي. في النايت كلوب اللي بتشتغل فيه، واخر حاجه عملها مد ايده وسرق، سرق البروش بتاعي عشان يقدمه لها هديه. حرامي. ينهار اسود. وابوه فين يا ام امير؟ في دبي. دبي؟ ما دي اللي ضيعني. انا لجأت لك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. ارجوك انقذه من البنت دي. ارجوك. خير يا عم طه؟ فيه ايه؟ في واحده ست مستنياك جوه، باين عليها ست مهمه قوي. الدنيا اتقلبت اول ما دخلت الشارع، فتحت لها ودخلتها. ربنا يستر ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ رمضان. ايوه فندم. انا بقى مامة شهاب، طالب عندك في الفصل. شهاب مش عاجبني يا ام شهاب. ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص. ايوه ايوه، وطول الليل ما بيذاكرش ولا يفتح كتاب، وبيسمع اغاني البنت اللي اسمها نجلاء وجدي دهيا، ومعلق صورها في كل حته. صح؟ وابوه في دبي كمان. لا لا، بابا مش في دبي. يا صاحبي ده ما ينفعش، يبقى هيسافر دبي ان شاء الله. وانت ايه اللي عرفك يا استاذ رمضان؟ يا هانم، انت جايه لي دلوقتي عشان انقذ ابنك من المطربه اللي اسمها نجلاء وجدي، صح ولا لا؟ فعلا صح. ايه اللي بتعمله ده؟ دي فحل بصل هيفكرك بقام البلد يا باشا. انت بصراحة لازم تفطر، مش معقول قهوة على غير الريق. بسم الله. بسم الله. ما تحرجنيش. يلا. ها؟ مالك؟ مية. مية مية ليه؟ مية ليه؟ بتعمل ايه يا مجنون انت؟ اجري قاعد انت هتشوط مية. مية ليه كل للباشا؟ اقعد اسأل واتمرقع لحد ما يموت في ايدينا، روح هات مية. ألف هنية. ده بصراحة مش عاجبني يا باشا. وبعدين أنا عارف إيه اللي مزعلك. ايه بقى يا ابو العريف؟ رمزي ابنك. رمزي مش عاجبني يا ابو رمزي. ايوه مش عاجبني. معلق صور البت المسخوطه اللي اسمها نجلاء وجدي، وليل ونهار مشغل اغانيه وما بيفتحش كتاب. بالسرعه دي قدرت تفهم رمزي؟ يا معالي الوزير، دي مش مشكله رمزي، دي مشكله جيل بحاله. طب وهنعمل ايه في بلد رمضان؟ الولد كده هيضيع دمه وهتتجنن. سيب الموضوع ده على الله وعلى العبد الفقير اللي قدامك. ويا ني يا نجلاء وجدي في البلد. وفيها ايه يا استاذ رمضان؟ فيها ايه ايه ايه؟ فيها مسخره، فيها قله حي، فيها انحلال. هم اللي عيال ناقصين جنان لما احنا نجننهم اكتر. استاذ رمضان، شبك لبك يا اخويا، احنا خلاص اتفقنا معاها ومضينا العقد. طب يا اخويا خلي عادي ينفعك، ما تعرفش مين اتكلم معاها شخصيا في موضوع البت ده؟ هي معالي الوزير، شوف بقى لما يعرف ان انت اللي مصر تجيبها، احتمال بكره تسيب المكتب ده هون وتنزل تضرب الجرس تحت.
طيب انت شايف نتصرف ازاي يا استاذ رمضان؟ انا شايف ان انت ترتاح على مكتبك ده هون وتشرب مجح البحصي وسيب لي الموضوع ده عليه، وانا بعون الله بعون الله هخلصه. احنا عايزين نحافظ على عيالنا يا استاذ علاء. بهاء علاء بهاء ابتلاء، المهم نحافظ على عيالنا. سيطرة حبي لك مش حب عادي، كل ما مش لاقيك قصادي وبجالف فلاقيك ورا. هي حاجة تقول عليها مش هرقشك تاني فيها، هعمل كل اللي انت عايزه. ده كفاية انك تبقى جنبي، ده انت نور عيني وقلبي. ايوة انت اللي قلبي عايزه. باللغة العربية نجلاء وجدي موجودة؟ موجودة يا أخوي. معاك الرائد محمود يوسف من مصلحة الجوازات والهجرة. أهلا يا فندم. معلش يا أنسة نجلاء، أنا جاي لحضرتك في مهمة سخيفة شوية. الإقامة بتاعت حضرتك في مصر انتهت وفي أمر بترحيلك من البلد، وإحنا هنديلك مهلة لنهاية الأسبوع ترتبي أمورك عشان تغادر البلد. إيه؟ أنا ما أقدرش أمشي من هنا، مش هينفع أرجع بيروت، أنت عارف مشاكلي هناك. اتصرف يا شوقي، شوف لك حل. يعني نتجوز وناخد الجنسية؟ ما هو الموضوع برضو. أنا قلت لك 100 مرة الموضوع ده ما تفتحوش تاني، روح شوف شغلك. إيه اللي رايح فين؟ طالع الفندق، إيه اللي رايح فين؟ اوعى انت وهو انت في زيك يا استنجلة. والنبي يا اختي، أنا حاسة إن ربنا حيشلك خير كبير قوي. أهو باين اهو قدامي في الفنجان، عريس زي فلقه القمر، طول ايه وعرض ايه. يخرب يخرابي، جاي لك بيخبط على الباب. سلام عليكم. طول بعرض؟ انت متاكده؟ ظهر يا اختي البني مغشوش. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، ومدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بالمدرسه التجريبيه الحديثه. مين فيكم نجلاء وجدي؟ يعني حضرتك مش عارف؟ وانا هعرف منين؟ ما انتوا العمليات التجميل اللي بتعملوها ليل ونهار في خلقيتكم بتلخبط الناس. خلصوني، مين فيكم نجلاء؟ نعم انا نجلاء، عايز ايه؟ بص يا بنت الناس، انا مش جاي اقطع عيشك، انما من حيث حفله المدرسه احنا استغنينا عن خدماتك خلاص. شوف لك حته تانية امشي غني فيها. انت ازاي بتكلمني كده وبصفتك ايه؟ اسر الكلام، ولا صفتي ولا نيلي. غنى في المدرسه عندني مش هتغني ولو ببلاش. شوفي ولو ببلاش
والعيال دول تسيبك منهم خالص، دول لسه عيال صغيرين تراي، اهاليهم صارفين عليهم ياما، فاهم ولا لا؟ انت بتهددني ولا ايه؟ انا لو ضربت الجرس دلوقتي اربعه يجوا يشيلوك يرموك بره. اللغه العربيه الفصحى، ركز وركز واصحى اصحى. اهلا 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 بالشباب، اهلا بالعرسان. اللي جابك انت هو في سعاده انت؟ Four years old. Who was so young and there's a pool and I can swim and والناك. I drown. والناك. I can swim. ومياد انت هتمثل لي ومياد يا تافه. انت واقف مبوسها وانا واقف وانت اللي جابك هنا. انا جاي اسال حضرتك على الواجب. إيه؟ اعمله مره ولا ما اعملوش خالص؟ إيه؟ عشان انا عايز اخد تيتا امشيها رجليها ورمه وانت عارف ست كبيره ما بحبش ماما. تيتا انت هتخلف امك وستك تاني؟ ده انت ليلتك سودة وانت ايه اللي جابك؟ لا انا ما جيتش. انت ايه؟ انا ما كان في ظروف ومنعتني ما عرفتش هيك. انا جيت فين؟ انا جيت هو مش واقف معانا اساسا. انت بتستعملني؟ انا لو جيت كنت قلت يا استاذ. والنبي انا هوريك انت جيت ولا ما جيتش. طب يمين بالله العظيم ان هغمض وافتح، بص تغميضه كده وتفتيحه كده، لو لقيتكم في المكان لا نفسي بالدسمه ديت عليكم اهو. ويا راحت فين دي كمان؟ انت رحت فين يا اختي؟ تعالي تعالي يا اختي، انت لسه شفت رعب؟ اسمع اما اقول لك ثلاثه بالله العظيم انا هفتش على العيال دول هنا كل يوم، هاجي صبح وليل صبح وليل، ولو لقيت عيل فيهم لا هخليك تنامي تحلمي بحاجه واحده، هي رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لأنجاس مناكيده. اي والله حكم فيه ناس كده نفسيتها زي نفسية العبيد بالظبط، ما يمشوش الا بالعصايه او بالخرطوم او بالجسمي. وديني وايمان انا ماشي بنفسي، انا لولا بس ابوك كنت فرمته. هي مش وزاره التعليم لغت الضرب في المدارس؟ ايوه. وابوك وزير؟ ايوه. ما تخليش في حل في الفرعون ده. هو فرعون كده غير ابويا؟ ايه يا حباب كبيرك انت وهو بتبغبغ في ايه؟ بقى تبقى صايع وضايع وفاشل ومالكش قيمه في المجتمع وبتبغبغ في الكلام؟ اسمع انت وهو من هنا ورايح كل واحد فيكم هيديني تمام من ساعه ما يخرج من داره الصبح لحد ما يرجع ويترمي في سريره، فاهمين ولا لا؟ ويا ويل اقسم بالله يا ويل يا مين بعظيم ابدا اللي الشيطان هيوزه ويروح هيه او هيه هيلاقيني قاعد في هيه وهيه، فاهمين ولا لا؟ فاهمين. عايز اسمع صوت. فاهمين فاهمين. الخالف ضر ايدك على خدودك اللط مع الخيبه والويبه. ابتدي. هات امي من السايق، هات امي من السايق. من الكلب سوري دوت انا مش سامع، مش سامع لط من فوق. قلت مالك؟ امال لو وزير ويب بتعمل ايه؟ هات امي من السايق. مش هسيب مين يا هلا؟ مش هسيب نفسي. ايوه هسيب نفسي. تطهير النفس من النفوس الذكيه. طهر نفسك ولا طهر؟ اهو طهر لحد ما تشوف دم نازل من وشك. ان شاء الله هينزل بلدك من وشك الدم. بلد اللي تسيبيه انا هخلي ابويا يحلها. انا اللي هحل لك الموضوع ده يا نجله، اعتمدي عليا انا بس. ميرسي قوي يا جماعه، انا فعلا فرحانه ومبسوطه بمشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر، بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجله؟ احنا لا يمكن نسيبك. استاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا هوديه في داهيه، ده انا هخلي ابويا يرفضه ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه، وانا وديني وايماني لضربه عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرس لنا ده. يا رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني انا بجيلي في مكان شغلك، يعني ممكن تكوني مشغوله بس انت عارفه العيال دهم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي سمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي وده دليل على النجاح الحمد لله. اهي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ ليه كلام دي يا جماعه؟ ايه المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في ظهوري. بص معلش انا اسف والحاجات ديت مضايقاني من ساعه ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحه، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتوري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناس دول هات المحمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمه الله من عشرات السنين. لا انا في برد، في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعب رجلي. ايوه النبي كعب رجلي تنقح عليا. لا مؤاخذة معلش، لا مؤاخذة على الجزمة، حتى برضك نضافة لأن الموكيت إيه؟ الموكيت ما يتوسخش، مؤاخذة.
اغسل واغسل وقتها بتبقى نظيفه. المفروض كنت اقلع الجزمه بره، معلش تسامحيني. لا لا لا، الموضوع عايز ميه. ممكن حبه ميه ولا هنا ميه بفلوس ولا ايه؟ تفيد اجيبي ميه للاستاذ رمضان. مش عارف ايه في شرخه كده. شكرا شكرا يا بنت اسمك تفيد، الف شكرا. يخرب بيتك يا تفيدي، سخنه نار سخنه نار. بس هعمل ايه؟ سيبك من الميه والكلام ده كله، سيبك من الحاجات دي. انا حاسس ان انا هرجع وعندي انتفاخ. هات لي بقى الانتفاخ. ممكن الحمام؟ لا مش هلحق الحمام. ممكن ارجع هنا؟ ارجع هنا. قوم يا جزمة، قوم يا جزمة انت. قوم 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 يا استاذ رمضان. معلش معلش، انا قاعد لي ساعه تحت النقابه وعارف ان عارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان. ما بيحضروش الحصص، هيسقطوا. ما تزعلش نفسك، احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي، والاستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. اهدي اهدي، ايه اللي مفروك ومدري شو؟ ايه يا ستي فيها ايه؟ ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بمدرسه التجريبيه الحديثه. اهلا اهلا اهلا. اهدي، هو دي مجنون ولا ايه؟ اللي مالكش فيك مالكش دعوه بيه، مالك بيا خليك في حالك مش في قالك. عايز مالكش دعوة بيه، مالك بيا خليك في حالك مش في قالك. عايز مني ايه يا سيدي؟ عرفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي يا سيدي. برافو معايا ورايا وعارف خطواتي يا سيدي. عرفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي يا سيدي. برافو خليك في حالك مش فايقالك. عايز مني ايه؟ ايه 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 يا رمضان يا رمضان، نهار اسود كويس مفيش حد معانا. انت هتخرج من وقارك ولا ايه؟ هتمشي ورا الحاجات الهابطه دهيا؟ لا والنبي ما اخرج من وقاري ابدا. واهدي، ايه الكركبه دي؟ الله يخرب بيتك يا تفيدي، بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزه تشتغلي. الناس خلاص بقت تقبط وما تشتغلش. واهدي، التمزير وصل لده كله جزمه ذهب جزمه. يلا ان شاء الله تتحقوا في نار جهنم. يا حلم يا حلم يا حلم، يا عيني عليكوا على ايامك. الله يرحم ايامك، كان الحب بجد. ايوه مش تغاري حياه النبي بقى. انت وحشتني. ما تشوفيش وحش، يلا البسي البسي اللي تستاهل انت عرقانه. خدي. طب لبسهولي. لبسهولك يعني هي تفيده لازم امها تعيا النهارده. تعرف يا رمضان، انا ابتديت اتعود عليك بحياتي. ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض؟ انا نفسي اطبخ لك بايدي والله. عندك في البيت؟ ايوه. والحاج والحاجه موجودين؟ الحاج والحاجه مين دول؟ الحاج والحاجه مين؟ ابوك وامك. نونو بابا وماما في بيروت. بابا وماما في بيروت؟ هو احنا نروح ناكل في بيروت؟ هناكل في بيروت ايه؟ هناكل هنا طبعا. لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا؟ ايوه لوحدي. انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا طبعا انا واثق فيك. طب ومش واثق في نفسك؟ لا انا بعون الله واثق في نفسي 100%. امال ايه؟
انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا. ما احنا لوحدينا اهو. لا احنا هنا مش لوحدين، معانا كنب وكراسي ونجف. ايوه كده اتحكي. انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم، خصوصا ان الولاد ما بقوش ييجوا. مالك فيه ايه؟ لا ما فيش، بس انا لازم ارجع بيروت بعد يومين، وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر. معلش ان شاء الله تجيلها تاني بالف سلامه، وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي، وانا انتهزها فرصه اروح البلد يومين انا كمان. بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل. السلام عليكم. يقول الشاعر: نعم انا مشتاق وعندي لوعه، ولكن مثلي لا يزاع له سر. اقوله تاني؟ يا مستر. حلو مستر. نعم انا مشتاق وعندي لوعه، ولكن مثلي لا يزاع له سر. سر؟ سرك تعرف يا كاسانوفا. اقوله تاني؟ لا يا استاذ. لا هي تسد نفسكم. يعني مثلا شوف الشاعر قال ايه؟ قال حاجه جميله قوي وغناها الاستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ. بتقول: الموج الازرق في عيني يناديني نحو الاعمق، وانا ما عندي تجربه في الحب ولا عندي زورق، اني اغرق اغرق ثلاثه بالله العظيم بغرق، اني اغرق اني اغرق اغرق. القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال، لا شافتها عين ولا مرت ببال. يا 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 حبيبي شفت واخداني الأماني لحد فين؟ شفت بحلم 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 قد ايه؟ القمر خدنا القمر. عامل يا عبد الحليم يا ولا؟ مين؟ طبعا مش عارفني، نسيتني خلاص. انا ضميرك يا حيوان. اعوذ بالله، امال ابليس شكله ايه؟ واخرتها يا رمضان، بتحب البنت اللي اسمها نجله يا سلام؟ وانت سايبني لما اغرق لشوشتي وجاي دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر؟ البنت ده هي اللي تقطع علاقتي بيها نهائي، وانت لك في المنام وقابلتها كويس هقطعك من بطنك. اسمعني بس، اني بضعف من حلاوتي اما بشوفها جدتي بتتلبش. بتضعف وقدرت تقول لها يا راجل؟ سيبني اخد حريتي بقى، ده انا لسه هقول لك العذاب اللي عمرك ما شفته. الظاهر ان انا سمعت عليك كتير، انما من دلوقتي وطالع انا صحيح. استاذ رمضان ازيك؟ انا اسفه انا جيت لك من غير ميعاد، بس انا كنت عايزه اتكلم معاك لو ممكن. يعني طب ممكن ثانيه واحده؟ ثانيه واحده طبعا. ها اعمل ايه؟ عايزاني اروح وياه؟ يا سلام، يعني نمت دلوقتي. اصلحي الوقت ولا النهارده اخر يوم ليا في مصر، انا خلاص مسافره الفجر. في 60 سلامه. مصر هتوحشني قوي. معلش معلش، هو الفراق في اوله صعب، انما بعد كده بتلاقي نفسك دخلت في حاله سكوت على طول، وتحت عينك دي سواد، دي بيسموه اكتئاب، وبعد كده بشويه تلاقي في رعشه في الايد والرجل، دي بقى الشلل. انا بضحك وياك، مش عايزك تمشي متضايق. تصدق يا رمضان انت الشخص الوحيد اللي انا بثق فيه دلوقتي والله العظيم. صدق صدق بصوت قدامك، لان انا حاسب المترو المترو. بس اني فاكر
فاكر في فيلم يوم من عمري عبد الحليم هو اللي جاب الارنب للزبالة وما ناخده منك؟ ده اسمه كلام برضك عشان تفتكرني بيه يا رمضان. سوفينير. سوفو ايه؟ عارف يا رمضان ده اجمل يوم قضيته في حياتي كلها. نجله. اوه نجله. لو ممكن صوره. لا يا ابني ما بصورش انا مدرس. صوره يعني مدرس. معلش يا رمضان عشان خاطري. معلش حاضر حاضر. وقف وقف يلا ممكن. نزل ايدك يا حبيبي نزل ايدك يا بابا انت جاي تتصور ولا تمسخر هنا؟ احترم نفسك. صوره كيوت. ها حاضر يا كيوت حاضر. نزل ايدك يا اخويا انا هو محرم وانت محلل. احترموا نفسكم يا تاخدوا الكاميرا وتمشوا. اقف عدل استعد يلا. وانت بتخبزي لي ليه؟ انا ما بتكسبش في الحق. يقفوا محترمين يقولوا بتاعي. اقف يا اخي يلا يلا امسك بالسلامة. لا معلش صورة ثانية. صورة كمان ما تكتب عليها وتاخدها احسن. يا ريت مش قادر قليل ادب من هنا. امشي من هنا يلا بنت من هنا امشي. ايه المسخرة وقلة الحياة دي؟ المعجبين لازم يكونوا محترمين. اتفضلي. عايزين ايه؟ خلاص مشي. يغور في ده مش عايزينهم. انا اقول للكيوت بس زعلان لي من الكيوت. انت مالك انت ازعل ولا اتحرق في يومكم الطين ده اول؟ ما ينفرش كيوت. اخ لو اخد منها قطة ان شاء الله اموت بعد كده على طول. ان شاء الله تموت ولا تتحرق انت واهلك واللي خلفوك. سكبت الهرم ده خلي بالك منه. معلش يا جماعه يعني معلش. بس يا بنت بل معلش. اما الرجاله تتكلم ان سواد تزغط البطن امشي غوري. انتوا فاهميني ايه؟ مواطن كده ماشي في الملاهي؟ انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه. اه يعني اه لازم اعمل اشاعه على وشي. يا ساتر يا رب يا ساتر. راحه فين انتي؟ مسحه بيها وتمسحيها في وشي. ايه القرف ده؟ انا اسفه يا رمضان انا السبب. ولا انت سبب ولا حاجه. انا بس اللي مضايقني هم كرمش البدله. ما بحبش اكرمش البدله بتاعتي. هو انت ما عندكش غير بدله يا رمادي دي؟ ازاي يعني؟ عندي واحده سمني. سمني؟ ايوه سمني اللي هو زي الشاب ولبن ده هو. اما الرمادي دي غير لها حاجه تنزل تانية تشتغل. بص يا رمضان انا عايز اجيب لك سوفونير بدله جديده يعني. بذمتك هتجيب الذوق ده؟ هتلاقي الذوق ده في حته. افهمي. لا طبعا. انت بتضربيني ليه بالارنب؟ انا بهزر يا رمضان ما بتهزرش. لا يا اختي بهزر. لا والله ده كل الفقاره الهلم بتاعتك دي هتسافر ولا حاجه. ها طب هتعمل ايه في العقود الماضيه والعقابين اللي عملتها؟ صحيح. وهتسيب الشهره والمجد والنجوميه وهتروح على فين؟ انا اقول لك ايه هتروح على فين؟ هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. على فكره شكلك انت اللي هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. انت اساسا مالكيش غير. ده انا محضر لها مفاجاه. دماغ. ايه؟ دماغ. طب سيبني اوصلك. كفايه قوي. انا عايزه اتمشى في الهوا شويه. انا متشكره قوي يا رمضان. انا تعبتك معايا. لا انت كده هتزعليني. انا ما عملتش حاجه. انت لو عايزه انا ابقى مبسوط تاخدي بالك من روحك. اشوف وشك بخير. مع السلامه. الشاوي 7:12 العروسه فين؟ ايه يا راجل جايه في الطريق. بس هي اتاخرت عند الكوافير شويه. تعرفين الكوافير بياخد مصنعيه. تشربوا ايه؟ نشرب سجاير. تشرب سجاير وتشرب بيره وانت عايز. بس اعملوا حسابكم يا اخوانا الحفله الكبيره للصبح. ما حدش يقول لي انا عايز اروح واللي يقول لي معيش بطاقه. بكلمها ما بتردش عليا. اللي انت بتعمله ده يا استاذ شوقي لا يمكن هيتم. اتفضل. اوه ماي دارلينج قلقتيني عليكي قوي يا روحي. مفاجأة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة جوزي. خسارة نجلاء خسارة. حظك قليل قوي بقى. ده جوزك؟ ايوه يا اخويا جوزي وراجل البيت. ومن هنا ورايح نجلاء وجديدي تنساهي. انا مراتي اسمها تفاح الزحلاوي. وما تعتبش البيت دوت في اي وقت من الاوقات. سلامه كده يا نجلاء. خد يا واد انت كده ايه؟ انت هتعاتب مراتي وانا واقف؟ امشي غرفه داهيه. عموما هابني. يلا يا اخويا بالسلامه. يلا خد الصيع اللي معاك. مع السلامه يا عم الشيخ. بالسلامه. على فكره انا موافق على الجوازه دي. وانا موافق ان انت تغرفه داهيه. يلا بالسلامه امشي.
ايه الناس دي؟ وانت جاي منين انت كمان؟ شوف يا بنت لو اكون حد مستخبي هنا ولا هنا؟ يلا يا وليه يا زغراتي وحضر لنا الحمام. الله يسدي نفسك يا بعيدي. الاستاذ رمضان بقاله اسبوع ما بيجيش. يا عم عنه ما جه تكلمنا حاجه عدله. ايه ده نجلة اتجوزت عشان كده مش عارف اوصلها. ده يكون رمضان يا ابني انتهبل. رمضان هيتجوز نجلة وجدي واحنا نحن نفسنا ليه؟ ده انا كان مشاوي. ايه لا بيرن. طب ما تقول بيرن شوقي. يو ازيك رمزي؟ يا نجلة. ايه نجلة اتجوزت رمضان. ايه في ايديك قوة تهديك بقى، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بقى وعينيك حلوة. ايه ده انت عينيك عسلية؟ عسلية مش عارف، امي كانت دايما تقولي انها كحلي او طوبي، بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي؟ دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا رولي. ثانية واحدة، في الفطورة. فاتورة ايه بس يا رمضان؟ انا حسبت انا عزمك علي الطلاق بالتلاتي. ان ما جبت الفطورة لطلقك وارميكي في الشارع لكلاب السكك تنهش في لحمك. هاتبت احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين، وطول ما اني عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف، اما موت ابقى اصرف انتي. فاهمها ولا لا؟ ايه دي؟ نهار اسود منيل 126 جنيه؟ وانا ايه اللي خلاني تبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونيه لما كانت دفعت وانت هنا؟ ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان، والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني، استلمتي انا المدعو رمضان مبروك ابو العمين حموده مبلغ 126 جنيه. وعشرين جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس. لا بقشيش بمزاجك يا اختي، انا بدفع اللي انا هدفعه انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس، وهذا ايصال امانه علي. رمضان خد يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس، وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت، مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده، هاكلها بالكرتونه بتاعتها. امسكي سلنتي في دور مصمصي 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 لحد ما راجل البيت ياكل، بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتم. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت. جه طرف الهوا الشكي وانت ما تدراش يا جدع، طرف شاولني شاولني عليه حب الهوا ماشي، حب الهوا ماشي. ألف شكر، شكرا على حسن الاستقبال والحفاوة الجميلة دهيا، وإن شاء الله يعني عقبال ما تتخرجوا كده من كلياتكم وكل واحد فيكم يكمل نص دينه. بس أنا زعلان منك قوي يا أستاذ رمضان. في إيه يا رمزي؟ يعني تتجوز كده سكتي ولا تقول لنا ولا تعزمنا؟ إحنا شرفك برضه، وبعدين عروسة مش غريبة قوي علينا يعني. يعني إيه يا أخويا مش غريبة عليكم؟ خلاص يا سيدي كفايه اللي انتوا عملتوه، انتوا قمتوا بالواجب وزياده. انا ما في سؤال عندي يا استاذ رمضان. لو في المنهج قولوا، بره المنهج ما تقولوش. نو نو ريلي مش في المنهج قوي، بس كلنا عايزين نعرف اجابته. ايه هو؟ يا نوجا هتبطل ولا لسه شغاله؟ يا راجل انت تبطل ايه؟ شكلها كده الاستاذ هو اللي هيبطل. اسمع يا جسم انت وهو. اي واحد هيتطاول هفرجه معامه. واي كلمه بره المنهج مش مسموح بيها. فاهمين ولا لا؟ كل واحد يطلع كتاب قدام منه. يلا يا فهم انت هو. خير يا شوقي، جاي في ايه؟ خير ان شاء الله. هو في الحقيقه يعني طالما بدات كلامك بالحقيقه تبقى بتكذب. ده حقيقي، انما بصراحه انا في الواقع في الواقع كمان دي كملت.
ارغي يا شوقي، انا مش فضيلك، عندي كرانيس عايز اصححها. بالنسبه لنجلاء يعني. نجلاء مين؟ نجلاء مراتك. مراتي ما اسمهاش نجلاء، مراتي اسمها تفاح الزحلاوي. النمره غلط. اسمع بقى يا استاذ رمضان، نجلاء ماضي عقود ولازم تنفذها، افراح وحفلات غير شريط كاسيت، والمنتج ممضيها شرط جزائي لو ما نفذتش العقد. هاتي ورقه وقلم من جوه يا بنت هتفيدي. هو كام يا اخويا الشرط الجزائي؟ كام؟ ياما يا امي يا مصر يمين بالله جاي ونفسي في الحمام. رمضان تو ما افتكرت ان لك ام. انا زعلان، تاني موصياك تقوم اول ما توصل مصر تنصمد. اقول لك ايه على السرعه اللي في مصر يا امي، الحياه بقت سريعه سريعه. طب تصدق بالله الضلمه هناك الواحد ما بيشوفش ضلمه، والله ما بيشوف ضلمه، فجاه تلاقي الشمس تدخل تروح فاتحه الضلمه، بقى فيه جنان يا امي. ايدي كابوس اهي. وانت بقى عامل ايه؟ طمني. والله يعني مش ولا بد، داني جاي بصراحه ناوي ابيع القراطين اللي حيلتني واحتمال ارهن الجمل. تبيع ايه؟ ليه؟ خلصت كل الفلوس اللي معاك؟ خلصت فلوس ايه يا ام؟ بقول لك الحياه سريعه سريعه. صدق بالله انا في مصر بفك ال 5 جنيه ما فيش 24 ساعه ليها 4 جنيه في جيبي، ده غير مصاريف الجواز. يا انت قاعد يا اللي راكب البطه. بطه ايه ووزنه ايه؟ تجوزت يا ولد؟ مش بقول لك الحياه سريعه في مصر يا امي، فجاه لقيت نفسي اتجوزت والله. ما داهيه لا تكون خلاف، ما هي سريعه. لا يا ام مش للدرجه دي عيب. كملت بختك يا ام رمضان، تتجوز من ورايا؟ هم اهل مراتك يفرحوا واني لا؟ اهلها ايه؟ دي مقطوعه من صجره يا ضناهي. لا يبقى لازم اروح ليه؟ من بكره رجلي على رجلك. تروحي تروحي يا دنزل هتفطس البطه. يا اهلا يا امي، امسكي يا بنت يلا على جوه. أهلا. اهلا يا امي، اهلا دار نور. اهلا اهلا يا حلاوه يا حلاوه. بيت مين ده؟ دي مش بيت حد يا امي، دي ايجار جديد بياخدوه الناس اللي ما معاهمش زي حالاتي يعني. موظف بقى. اهلا يا امي. يا بنت يا تفاحه، امي جت تعالى عشان عايزه تمشي مستعجله. يا حلاوتك يا مصر. ازيك يا حاج؟ يا صلاه النبي يا صلاه النبي. تعالي يا اختي تعالي. هي ما فيهاش لحم ليه؟ اصلها بتحب السمك. سنيوره سنيوره. ربنا يخليكي يا حاجه. بس انا بقول يعني اني شفتك قبل كده. هتشوفيها فين ياما؟ انت طول النهار في البلد. شبه حد اني شفته. زي مين ياما؟ ايوه افتكرت، شبه البت المغنواتيه دي اللي اسمها نجلي. استغفر الله العظيم، بقى ابنك المدرس الفاضل يتجوز الرأس والمسخره والحاجات ده هي ياما؟ انا بقول شبه. ايوه شبهها ماشي. ايش جاب لجاب؟ دي عروستني جمالها رباني، لكن ده كان قطعت وشها هيقطع الخميره من البيت وتطلع في التلفزيون زي الشيطانه ورقصه. دي اراء، دي اراء. لا وغتتها. ايوه كل الناس تقول غتت، مكتوب عنها انها غتت. هنعمل ايه؟ دي اراء اراء اراء. درجات يا رمضان. معلش بس دي اراء، دي اراء، ما يمنش دعوه. احنا هنفضل في سيرتها السودا ده هي مش هناكل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عروسه، عايزاكي تاخدي بالك من رمضان. ازاي يا حاجه؟ ده سي رمضان في عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. دي اراء اراء. منوره ياما. ما شاء الله يا ما شاء الله، ايه ده كله؟ اتفضلي يا حاجه اتفضلي، حاجه بسيطه مش قد المقام. اصلي سي رمضان النهارده الصبح بس قال لي ان حضرتك هتشرفينا. انت اللي عملتي كل ده؟ ومين اللي هياكل الاكل ده؟ بالهنا والشفا يا حاجه. عملت الاكل ده امتى وازاي؟ عملت ايه؟ ده ديليفري طبعا. هات الفاتوره. فاتوره ايه بس دلوقتي يا رمضان؟ عظيم بيمين ابدا، ان ما جبت الفاتوره لكم مطلقك ورميكي في الشارع لكلاب السكك تنهش في عظمك. خلاص بعدين بعدين ماشي. الله الله الله. طيب كلمك يما، نفسك حلو في الاكل قوي. دي نفس الدليفري. لكن انت بقى غريبه سبحان الخلاق، فوله واتقسمت نصين انت والبت اللي اسمها نجلي. خلاص يما بقى كفايه انا السيره الزفره دي، الهي تولع مطرح ما هي متنيله قاعده. اراء اراء. ما عليني. خليك انت يا رمضان، شوف اللي يكون بتاع المجاري جاي يصلح البكابورت. اعمل هنا والشفا ياما. انت قريبتي ولا ايه؟ اهلا 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 بعد الحبايب. اهلا 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 بالقمر اللي جاي. يا قطه وحشتينا نورت ليالينا، يا قطه وحشتينا نورت ليالينا، وتلموا الحبايب.
استاذ رمضان. استاذ رمضان ايه وشفت ايه؟ اسكت. شوفي بقى يا ست الكل، احنا مش هنمشي من هنا ولا نتعتع من هنا الا لما تنزلي معانا. ان شاء الله هتتعتع على نقالي. هتنزل فين؟ ما بقى مين دول؟ لا يا امي، دول قرايب العروسه جايين يباركولها. كل دول قرايبي؟ ايوه، ولاد خالتي. طب مش تعرفني بيهم؟ مش معرفه من الاول ياما. ها؟ طب مش تقول لهم اني مين؟ لازم تقول لهم ان انا امك. ولا يعني مستعر مني؟ لا انا مش مستعر، ابقى مستعر ده انت امي حبيبتي. يا جماعه الست دي امي، الست دي امي، هي انا طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. الست دي امي، الست دي امي، الست دي امي. خلاص خلاص بلاش بلاش. ست الحبايب يا حبيبه، هي اغلى من روحي ودمي. ولاد الايه؟ عندكم عيد ام وانا ما عنديش، عشان كده كل الحبايب متجمعه. حبايب ايه؟ حبايب ايه؟ انت عايز ايه يا شوقي؟ مفيش، جاي اهني ست الكل. دي الاخضرات نازله عليها تغف، دي الناس مش مصدقه ان هي راجعه. شوقي ما تنتهش الفرص، امي ما تعرفش اي حاجه. لا ام رمضان ما تعرفش ان ابنها رمضان متجوز نجلاء السوبر ستار. لا ما تعرفش يا غتيت، ما تعرفش، ولو عرفت هتنشل. يعني نجلاء اكيد نازله الشغل. تنزل المرة دي يا شوقي، تنزل بس استر عليا. خلاص سيبني ارحب بقى بالمامو بتاعك. يا دلي يا دلي، حبينا حبينا حبيناك حبينا. يا شوها الجمال يا شوها الجمال، يخلف قلبه شاعر. مين ده؟ ده الاستاذ ايمن الاطرش، ابن خالة العروسه من لبنان. لبنان؟ هم هناك مش كلهم بيض؟ ايوه بس بعد عنك يا امي، الراجل ده ساكن في الحته اللي قامت فيها الحر. اتحرق يعني؟ ايوه ايوه ايوه. والله الماما تيجي على لبنان تطلع الجبل تاكل فانتوش وتاكل كبدانيه وتاكل حلموس متشكرين. والله انتوا ناس اخر كرم، وان شاء الله النسب هيبقى خير ان شاء الله يا امه. ان شاء الله. مراتك زي السكري وبتحبك، حطها جوه حباب عينيه. حاضر يا امه. ولا اهلها؟ ناس طيبين وكمل. اوعى تزعلهم. لا ازعلهم يا امه، ده اسمه كلام. المهم انت توصلي بالف سلامه. على مهلك يا اسطى وانت ماشي. ها ولو قابلتك لجنه في الطريق قول لهم انا معايا ام الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده، اكتب الاسم عشان انا عارف انه صعب شويه. الف سلامه يا امه. قول لي يا رمضان، هم اهل مراتك كلهم رجاله كده؟ مفيش نسوان؟ ايوه يا امي بعد عنك، ما بيعيش لهمش نسوان خالص. الحمد لله يا رب. يا رب يا ابني يرزقك بالذريه الصالحه، نت وبكورة. اللهم امين يا امي، توصلي بالسلامه ان شاء الله. خلي بالك من مراتك يا والد. ايه اللي انت بس ياما، ان ربنا يسترها معايا. قلبي وربي راضيين عنك يا ضنايا. على السلامه يا امي. هو المدرس مدينا لما يدخل البيت ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ كل ما تتكسفش، مد ايدك يا رمضان. رمضان ما تحبكهاش بقى، خليك كول في اللذيذ. طيب، يقول قيس بن الملوح على لسان امير الشعراء احمد بيه شوقي. ابني من الملوح ده مش كان البوي فريند بتاع ليلى؟ لا يا اخويا مش البوي فريند، اسمه كان بيحبه. That's what I'm talking about mate. That's what I'm talking about. ده اللي كنت عايز اسمعه يا اخي. ده انت في البيت حاجه وفي الكلاس حاجه تانية خالص. استغفر الله العظيم، خلينا في الدرس اللي احنا فيه لو سمحت. اوكي. كم جئت ليلى بأسباب ملفقة ما كان أكثر أسبابي وعلاتي. قول ورايا. كم جئت نجلة بأسباب. نجلة؟ نجلة مين يا أخوي؟ سوري. اسمها ليلى. سوري. أنا واحدة يا أستاذ. أيوة يا شيري. أنا في الدرس مع أستاذ رمضان الملوح ده. سوري يا أستاذ، المعلومات دخلت في بعضها وكده. Oi, listen, Sherry, you better come quick, seriously. This guy is gonna go crazy in a few minutes. But listen, just come now, yeah? Please, come now. Bye. ايه ده بكيك يا باشا؟ اجيب لك مكرونه فرن. عاملين مكرونه فرن حكايه النهارده. يا عبدو ملوش لزوم، لو سمحت شوف لي الدوره. الدوره؟ ايوه دوره الميه. It's a bit busy right now. Listen, my dad is. I think he's gonna occupy. يا ابني شوف لي الحمام بقول لك. It's a bit rude to raise. خلاص الحصة خلصت. انت هاني. الواد رمزي بيقول لك الأستاذ رمضان هيموت ويدخل الحمام. خليه خلص لك، كان بيعملوا فينا. والله العظيم يا رب.
يا ابني شوف اللي في الحمام. الله 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 الله، عمري ما حصلت لي. يا رمزي اتصرف يا رمزي، عيب انا عندي السكر. عندك السكر؟ ايوه. من امتى عندك السكر؟ من دلوقتي، جالي دلوقتي. عايز حاجه يا ابني؟ خلصت، حرام عليك. اصبر شويه يا استاذ رمضان. ليه يعني؟ معقول الوزير يكون في الحمام وحد يخبط عليه؟ يعني هو الوزير يدخل الحمام والشعب يعملها على روحه؟ بيبي الله 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 يا استاذ رمضان. الله 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 الله، ما ترجنيش ما ترجنيش، انا على الاخر. عم الشباب كلهم والله العظيم. اهلا يا اخوي. ليك شوق حبيب؟ ليك شوق؟ البوس الكتير ده بيعجل به. رمزي ممكن اخش حمام؟ اه طبعا. الشمال حبيب قلبي. شمال ايه دي؟ انا ايه الاول؟ ايه اللي هو الشمال؟ اصبر، رايح فين؟ يا رمزي عيب كده يا ناس. اهديه، مش خرابه هنا ولا هنا؟ يلا يا ابني، يلا يا حبيب. جرى رمضان على اخر الزمن شويه عيال هايفه زي دي تعمل فيك كده؟ ولا تزعل نفسك، خلاص انا هنزل اشتغل تاني من بكره. انزلي تشتغلي ليه؟ ما معكيش راجل ولا مش عارف اصرف عليكي ولا يمكن المعجبين وحشوكي والاضواء؟ اسمع ما اقولك، لو فتحت الموضوع ده تاني وكل واحد يروح لحاله، تفهمها ولا لا؟ قلتلكوا رمضان فين؟ فين؟ في الكباريه. حالا؟ على رمضان. شغل الاغنيه يا شهاب. نو نو اتس اولد مان. فاكس رمزي. اسمع بس. يا ابني امسك ولا شهاب مش عارف. اسكت. شكرا جدا لحضرتك انك جيت. قلبي معاك يا ام امير، الف سلامه. الولاد ما لهمش سيره ومش عايزين حد غيرك. ارجوك يا استاذ رمضان تقف جنبي، انا وابني ما لناش حد غيرك. صلي على النبي، ارجوك اهدوا العيالي. اهلا اهلا، الف سلامه يا ام رمزي، الف سلامه. وبلغي معالي الوزير تهانيني وقولي له ان شاء الله شده وهتعدي ان شاء الله. دي حاجه بسيطه، شويه موز زنقناه فيهم. امسكي حضرتك ما تكسفيش،
اما الكنتالوب اللي تحت دهون يسقعوه وياكلوه في فتره النقاهي. والله انا كنت ناوي اجيب فراوله بس لقيتها معفنه قلت خساره فيها الفلوس. اما في العيال اتفضل. السلام عليكم. مكانك مكانك انت وهو معاك عذركم مفيش قيام ولا حاجه. وايه الورد ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. احنا الزلزال لما قام في بلدني نص البلد ماتت محدش قال لينا السلام عليكم. احنا اسفين يا استاذ. اسفين على ايه يا اخويا؟ حصلش حاجه. اسمع يا عاد انت وهو اهم حاجه عندي ان تشدوا حيلكم الامتحانات قربت وهتنجحوا غصب عنكم وهنبدا المراجعه من دلوقتي. البيت الشعر اللي هقوله يتعرب ورايا على طول. كم جئت نجلة ليلى يا استاذ والنبي دلوقتي بقت ليلى. اه يا كلاب اه يا كلاب. We'll never forgive ourselves for what we did to you. ايه دي ودلوقتي لخبطي بيقول ايه الواد ده؟ هو بيقول لحضرتك ان احنا مش هنسامح نفسنا اللي احنا عملناه. خلاص استاذ رمضان. نعم. ممكن اروح حمام؟ الحمام؟ لا سوري يا حبيبي معلش وزير الصحه في الحمام. ايه وطبعا ما يصحش نخبط على الحمام والوزير جوه. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اسمعوا يا اولاد انا عايزكم تشد حيلكم وان شاء الله ربنا ياخد بيدكم وانا شخصيا معاكم ليل ونهار لحد ما تنجح بعون الله. واحنا تحت امرك في التكاليف يا استاذ رمضان. تكاليف؟ تكاليف ايه يا مدام؟ ليه الكلام دول عيالي؟ وبعدين انت تقولي كده وانا جايب لكم موز وكانتالوب عدى ال 15 جنيه. انا تكلفتي لما ينجحوا بالسلامه هيبقوا شويه شربات وحتتين كيك. اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه مالك بيا خليك في حالك مش في قالك عايز مني ايه. اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه مالك بيا مصر التي في خاطري وفي دمي احبها من كل روحي ودمي. تعرف عني كل تفاصيل حياتي يا سيدي برافو معايا ورايا وعارف خطواتي يا سيدي عارفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي. انا ان قدر الاله وفاتي لا ترى الشرق يرفع الراس بعدي. باللغه العربيه الفصحى استيقظ وركز واصحى. باللغه العربيه الفصحى من اجل عينيك عشقت الهوى بعد زمان كنت فيه الخلي. شوف الكلام خلي. بينما باللغه العاميه اللي يكسر قلبي وليا. بينما باللغه العاميه اللي يكسر قلبي وليا. والمواشي كثيره في ضياعي والطريق الطويل بالخير عامره. كسبتوني يا مواشي كسبتوني. دول 26,000 جنيه كده يبقى فاضل لنا بكره في المخروبه دهيا وندفع الشرط الجزائي اللي عليكي واخدك ونروح البلد ونسيب المكان الموبوء دهون. يا ساتر. عارف يا رمضان شوقي مكلم الناس كلها عشان يرجع يشتغل معايا. اله ما يوعى يرجع. اله يضرب في مصارينه ويولع بحاجه. النبي يا رب. قبل ما اشوفك بالشكل ده يا اما المصر. انا مش امك. قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. لا يا اما والنبي الا غضبك ده انا مستوي. الحكايه كلها ان في شويه ظروف. ظروف ايه اللي تخليك تعمل كده؟ عوض على الله فيك. عوض على الله فيك يا رمضان. انا راجع انا راجع البلد وهعمل صلاه وهاخد عزاك. ابني رمضان مات مات مات. Thank you.
انت طالق. زي ما سمعت طالق. عصام استوت على الاخر، روح هاتها. حاضر يا ست الكل. في ايه؟ صفحه وانطوت واتقفلت. نركز بقى ونقوم نشوف اكل عيشنا المام. يلا 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 قوم معايا. باللغه العربيه الفصحى استيقظ وركز واصحى، استيقظ ركز اصحى. تقبل الله يا رمضان يا ابني. منا ومنكم يا حاج طه. قلقتنا عليك، كنت غطسان فين المده دي كلها؟ كنت غفلان شويه، كنت ضايع. ولقيت نفسك؟ لقيتها، بس للاسف يا عم طه امي غضبانه علي. بقى عملنا ايه بقى؟ انا غلطت يا حاج طه، امي عندها حق. يبقى تروح لها. ماليش وش. مالكش وش؟ امال ليك وش تزعلها وتسيبها؟ صباح الخير يا مصر. ازيك يا امه؟ انا جزمه قديمه، انا غلطان واستاهل كل اللي يجرالي. خلاص انا اتعلمت والله، كرباك شديد قوي والله ما انساه طول عمري. احب على ايدك واحب على راسك واحب على رجلك يا امي. لا خلاص خلاص، يعني انت عايزنا سامحك؟ يا امه انا ماليش في الدنيا ده، هي غير رضاكي عليا. خلاص يبقى انت كمان لازم انت سامح. ايه اللي جابك هنا؟ اطلعي بره. مش هتمشي، نجله هتقعد معايا هنا، دي مراتك. وانا طلقتها. ترد ايه؟ دي بتحبك وصنيتك ومش عايزه تسيب الدنيا كلها عشانك. لاخر مره بقولك امشي من هنا. وانا قلت مش هتمشي، ولا كانش عاجبك الباب يفوت جمل. يا بنت وراك هترجع لها، يعني هترجع لها. بنحبك قوي يا استاذ. واحنا كمان بنحبك، كلنا بنحبك. وانا موافق. ولو عاوزني ابطل غنى يا رمضان انا موافقه. لا لا مش لدرجه تبطلي الغنى، انا مش ضد الغنى، انا ضد الكلام التافه. نفسي تغني كلام يدخل في وجدان الشعوب. ليه مثلا ما تغنيش وقبر حرب في مكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. لا انا اعتذر بكرامتي احسن. ايه ده؟ يعني ايه تعتذري؟ يعني مش عاجبك اللي انا بقوله ولا ايه؟ دي بتقولي تعتذر؟ يعني ايه؟ القبر حلو. ايه انا عايزه تغني كلام محترم للناس فيها حاجه بقيه. زي ايه؟ زي كتير يا اخويا. عندك مثلا ليه ما تقولش ومدعشر بالقاتلين تحشرمت شرافتاه فخرج القعصلي. قعصلي؟ ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد، النهارده اول يوم في الدراسه، وكما قال الشاعر بالحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيعني، مفيش لا كربات ولا خرسانه، لكن يمين بعظيم ابدا اللي هيتدلع في دراسته لا هكون ايه وهي يا معتاد مارش.